هي كما يقولوا عندها سنين طويله من 2015 حتى لدركا. السلطات هذه ما قدمنا لها العارضه وقدمنا الشكوى واضحه وكانت كما يقولوا منفصله، راه ما خدموش خدمتهم. وصلت لدركا راهي تعفنت، راهي الحاله راهي كما نقولوا راهي في غليان شعبي هنايا في مدينه الرجاس. انا واش رانا نطالبوا لانه الانشغالات هذه توصل عند الوالي والسلطات العليا حتى عند وزير العدل. العصابه اللي هنا السكنه ولا تتمد للناس اللي برا، الناس السكان تاع البلديه ما يستافدوش. الجيوب العقاريه تجي اداره وين نبنيوها ما كانش، تجي باطيمه وين نبنيوها ما كانش، داوها العصابه كامل. 400 سكنه مدوها 250 فارغه، وكاينه 70 خلاوها. قال لك تروح المسؤول يقول لك مد 50 الوالي او مد 20، يبقى 10.